مشاهدين، ألعاب الخفة هي ألعاب تعتمد على أن يمتلك الشخص المؤدي بالفعل لها مهارة جسدية في التلاعب بالأشياء، تتضمن سرعة البديهة في الأداء وخفة اليد والعديد من المهارات اللي الصغير وكبير يحبها. صحيح، أنا كمان أحبها كثير يا زينب. منذ القدم وعروض الخفة تبهر المشاهدين وتسعدهم بالمفاجآت المدهشة، ويبقى السؤال الأهم في أذهانهم للمتخصص: كيف فعلت ذلك؟ خلينا نتعرف مشاهدينا أكثر على هذا الفن عن قرب وعن كثب. طبعاً بصرنا أنه نرحب بضيفنا لاعب الخفة الإماراتي معين البستكي. صباح الخير يا معين. صباح يا مرحبا وسهلا فيكم، يسعدني ويشرفني أن أكون متواجد معكم اليوم، وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفين عليكم، نسوي لكم أشياء حلوة تستانسون يانا فيها. انتظرناك بفارغ الصبر. أكيد. أنا تحت أمركم، أنا ضيف دائم عندكم في البرنامج. أنا ولا مرة يمكن صادفتك اليوم لما عرفت بوجودك. أكيد. قلت الحمد لله. احنا اللي خسرنا إن ما شفناك أكيد قبل، بس هالمرة إن شاء الله. أشكرك. ما نقصر ياكم. احنا الحين متحمسين ودعاء، واكيد المشاهدين بعد والناس الموجوده في الاستديو ونبي نشوف شيء زين. ما تروعنا يعني. لا لا ما في شيء ان شاء الله. اذا تروعت بخليه يخفيك عادي. ما شاء الله. انا وانا طالع من البيت عند الباب ولا عندنا كبت صغير فجيت، ولا الوالده حاطه تعرفين هدب امور خياطه، شليت لي هالخيط. شوفي هالخيط عادي صح؟ صح. ممكن تشيكين اختي زينه؟ خير؟ صح؟ لو الكاميرا تاخذ علينا كلوز. خير. انزين بتبلعه؟ الضحكة زينب عم يربط. لا حمسة، بس حمسة. انتي مركزة اهم شيء؟ معقولة؟ زينب لا صد علينا شيء عشان اتاكد. زينب عاد انت صدق متالم ولا شلون يعني؟ هذا دام من اللي تحطينه في عينه احمرت. زينب تحطينه في شو؟ لا انا اشتراني على شو مر. أستاذة زينب، هل في أحد غيرك يعرف خلينا نقول باسورد لبطاقة البنك لك؟ يعرفون في ناس يعرفون زين؟ إيه طيب. تلفونك يعرفون؟ تلفوني لا، ما حد. ما حد يعرف. هل في أي طريقة لدعاء ممكن تعرف؟ ها؟ أنا أعرف. هل في أي طريقة ممكن هي تعرف باسورد لتلفونك؟ ما أدري. ما بتعرف. لا ما بتعرف. ما فضولي هذا. تلفونك وياك؟ اي وياي. زين بس تكونين صريحه وياي يوم اني اسالك سؤال. تمام اوكي. تعطين تلفونك للاخت دعاء؟ ان شاء الله. مسكر صح؟ اي مسكر التليفون. استاذه دعاء بس المسي الشاشه بتطلع مالت الرقم السري صح؟ لسه ما طلعت دايا. اوكي؟ طلعت. طلع؟ زين. اول رقم تكوني صريحه وياي. انا قاعد اشوف الارقام بمخي. اقولها في خاطري اول رقم. بس بخاطري. إيه؟ لا ولا لا دم 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 دم. بس بخاطري. الامارات كلها بتعرفها. اي لا وين بقى. بس بخاطرك ما حد يعرف. انا قاعد احس ان في ارقام متكرره صح؟ صح صح اوكي. انت انسانه جدا اجتماعيه طيبه. هذا يخلي الشخص من يختار الباسورد ممكن فيها تكرار. خلينا نشوف اول رقم بس فكري بمخك من 1 ل 9 بس بمخك. أوكي. من 1 ل 9 اول رقم 8 صح؟ اي صح اوكي حط 8. الرقم الثاني 5 صح؟ صح اي.
قاعد تفكرين تسافرين بلدة معينة في بالك في شيء مكان تبين تسيري له الصيف؟ إيه أوكي. ثالث رقم 8 صح. رابع رقم هم 5 صح يا ماما. آخر رقمين في مخش مرة ثانية من 1 ل 9 3 صح. آخر رقم 0 فتح التلفون شوفي. اوكي راوي ثانك يو فيري ماتش. بغير الرقم هذا البرنامج على طول. يعني افرض رقم مميز بالنسبه لها وانت بغيرها بعد شو اسوي؟ يا للحظه انا موبايلي مو موجود. طلع موبايلك. ما تبل الشعب كله عفقه. استاذه زينب احنا هذه اول مره نتلاقى فيها يعني مو اكيد صح اول مره فعلا مو بنقيت برنامج ولا شفتش من لا اول مره ولا اني عندي ياك على قولي سوشيال ميديا ولا مقال لا ابدا اول مره نتلاقى صح وانا جالس ياك برج الدلو صح؟ صح اوكي برج الدلو العمر لا لا السنة احنا بنخفيها على اساس ان الجمهور ولا عدد العيال لا ولا ولا السنة ولا الوزن الشهر واليوم عادي صح ممكن اقول العيال عادي اوكي اوكي انت تعرفين انك كنت مولودة بيوم الجمعة اليوم يوم الجمعة بس كنت تعرفين ولا لا لا صراحة ما اعرف شيكي عقب تعرفين انك كنت مولودة بيوم الجمعة عدد امي تتذكر بعدها ولا تصير الكالندر عقب ممكن تعرفين24 اليوم صح شهر 1 صح؟ صح صفقي لك تستاهل صفق لك انت اي والله صدق جايين تحدي اليوم انك شفت وما نسوي هل قد ما قروءه هي ولا انت عندك القدره انك انت تقرا الاشخاص رغما عنهم؟ ما في شيء رغم حد يعني هي موضوع انك تتعمق في مجال العاب الخفه وعقب يكون عندك الادراك كيف تسوي الاشياء بطريقه معينه وفيها احنا مثلا في عندنا كالكوليشن معينه في مخنا في عندنا علوم معينه نعرفها في البودي لانجويج انتم مهارات فاساسا ما يخبرنا شو المهارات يعني مثلا نوصل انا مثلا قاعد احس ان في رقم مفضل عندك انا مثلا لو حد سالني بقول رقم 7 انت شو رقمك المفضل؟ في 2 صراحه اللي هو 7 و8 7 و8 اوكي بس انت رقمك ما هو لا 7 ولا 8 لا انا ما اعرف ليش بتكون المختار هالرقم ولكن هل هو رقم شو تحت شو عباره شو بيكون شيء ما اعرف اللي هو يمكن رقم 9 لا اعتقد رقم 2 صح رقم 2 رقم 2 فاطمه شكرا ما قصرت ولا سحبته والله كنت بتقول لا دعاء فهمتني انا اخوتي بس سحبته لا ما قاعد اقول لك احيانا الواحد هي البديهه هي السنس هي اول مره في الاطلاق يعني الانتويشن اليوم جربت حظك مع زينب جرب ممكن اسوي شغله وياك اوكي اللي باتش تسوين استاذه من غير ما تراوين حد اوكي تاخذين البطاقه هاي تاخذين قلم وترسمين لي رسمه مبسطه رسمه أوكي. مبسطه بس لا تراوين حد انت عندك روحك اوكي اوكي حتى انا ما اشوف لا ارسمها انا لحالي اي بس اوكي انا خايف اتعقد في رسمه عقب ولا وانا اعرف مخمن هذا الظرف عندي عادي يلا دعاء بسرعة مستعيلين دقيقة على راحتك لين ما يخلص البرنامج وبنكشفه عقب البرنامج على السوشيال ميديا لا نبى الحين لايف احنا الحين نشوف كل شيء نبى لايف زين تخيل ان في خيط من مخي لمخك انا قاعد احس ان في رسومات هندسية فيها سكري يعني شوي حاول تضيعك دعاء تعترف انا اقول أبداً أنا ما أعرف أرسم ترى إنزين بنشوف الحين تحبين بدل ما قلت تحبين يعني أعرف الإجابة زين تحب شو عندك منهم لا دعاء خلي الصامتون عندك منهم لا تحترفين عندك منهم
انت ما قلتي لي، نبغى ناكد شغله معينه استاذ دعاء، انت ما قلتي لي شو هالشيء صح؟ صح. انا ما شفت، هل انا شفت؟ ما شفت. الاخت زينب شافت؟ لا ما حد شاف، حتى الكاميرا ما راويناهم. لا لاول مره انا وانت بنلف الصورتين مع بعض، نقول واحد اوكي الف على الكاميرا. اي واحد اثنين ثلاث. انت مش طبيعي. مظبوط. لا اول ما قلت بتحبي قلت اعرف. العاده الناس ينسون ترى الاذون، بس ما شاء الله شاطره. لا رسمت فيها طبعا، مع انك ما سالته شيء بس قلت لك هذه دامج شفتي. حتى انا لحالي هذا تحبي كشفت البودي لاين صغيره لحتى اتفادى اي تشانس انه يلمحها. بعد صح صغرت لها فرضا. لو قلنا حق الاستاذه زينب ارجعي سكري عينك، ارجعي يوم ليوم انت صغيره. سكر عيني اليوم انت صغيره، وتخيل يوم انت هاي صغيره قاعده تفكرين، قاعده تفكرين بصديقه لك يوم انت صغيره صح؟ في عندي صديقه يوم انت كنت صغيره صح؟ انا الحين وصلت المدرسه. اوكي وزفت. اوكي في صديقه عندك موجوده بايام المدرسه صح؟ الذكرى اللي عندك اياها انكم قاعدين تلعبون بساحه المدرسه. اوكي اوكي صح. اوكي تقريبا تقريبا. اوكي في الاسم صديقتك في حرف الالف. اي اوكي اوكي ما اعرف. انا تشي بنام. خليك تمسكي سكري عينك. انام عادي. لاول مره تقولين حق الجمهور منو قاعد تفكرين فيه او فيها؟ اقول الحين اسم. قولي قولي اسم. خلاص ابطل عيني. قولي اسم. لا وانت مغمضه. هاجر. والله صح. انا كنت بنام. المهم يعني اي هاجر صح. طيب انا الطاوله هاي اثارت فضولي من اول ما اجيت، شو حتعمل فيها هاي الطاوله؟ صح نبغى نعرف فيها. احنا اعتقد كاشخاص موجودين حاليا على البرنامج نؤمن بالطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه. صحيح فعلا. الطاقه موجوده حولنا، ما حد ممكن يشكك بالموضوع. اكيد. اللي باكر تسوين استاذه زينب استاذه دعاء، تشوفون هالقلاص هل هو اصلي صح؟ اي قلاص شوف استاذ صح. اوكي أباكم لو ما عليكم أمارة تفكروا لي بموقف صار لكم كان سلبي، ما يخص لو كان هالسنة هو السنة الماضية مواقف شيء 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 تجي شيء شايد تبون تتخلصون منه. كحت اقتراع لا كيف هذا يعني ياسر صابي. تفكروا لي بالموقف هذا. انزين خلي بس تي موقفي ببالي. حلو أمكم عينها حارة اشروا على بعض. لا حشا لا انا لا. ولكن الموقف السلبي زين يوم اكون على الستيج وما اقول من عين كل الناس يعيشون على بعض. انزين الموقف موجود؟ اي على عدد ثلاثه ابغاكم تدزونها صوب الجلاس هذا. انا بعيد ما حد ما في شيء بيستوي، ولكن أوكي. فكروا بالموقف هذا. نعد ثلاثه في... لا 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 انا بقول. اي اوكي واحد اثنين ثلاثة. لا فكروا بالموقف، ركزوا على الكلاس. واحد اثنين ثلاثة. يعني انت قد ما بينكسر. انا انتو هاي انا تروعت. طاقة سلبية ايش كبرها؟ ما قلت حد انكسر ما تداتيني زين. ماشي في شر. سلامتوا يا جماعة، ولكن اليوم الطاقة السلبية موجودة بالفعل، بس يعني ما توقعت صراحة. هاي اللي قالوا عنها عينها حارة. طب عرفت المواقف شو؟ أنا ما كان الموقف وايد سلبي، كان أكثر شيء محرج. المواقف السلبية ما نتكلم عنها برا على البرنامج أكيد. بخبركم عنها. جميل جدا. شو في كمان يمكن؟ أي نبى شيء سريع شيء سريع لطيف خفيف. كم عندنا؟ ما عندنا وقت، عندنا دقيقة على القد. دقيقة. تبي ماي فيه في الجلاسات؟ لا ما أبغى شغلة بس ما أعرف لو عندنا وقت. نسوي ولا ما نسوي؟ دقيقتين. ممكن نمطب دقيقتين معاك استاذه زينب. تشيكي هالابره هاي
صدقية ولا بلاستيك؟ اي صدقية، خلي دعاء تشوفها بعد. بس تعوري عمرك. اه والله حقيقي. إبرة. لا لا واحدة ثانية. لا والله لا ما بتاكلينها. لا اكيد ما باكلها. تشيكين بس تشيكين. اوكي انت اعطيتني هالمرة بالجلب. لا لا بس حاسبي حاسبه. اي اوكي اوكي اوكي. وفيها علامة نفس الثانية بعد من تحت، ما ادري شو هاللون، اصفر شيء شيء. خلاص يا معين تاكل البر كله. احد انتين؟ أساس ما نطول، احنا عندنا بس دقيقة صح؟ أنا أخذ مال بجامي. لا 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 طبعاً مشاهدينا هذا أمر ما تكرروا في البيت لأنه إلا أصحاب المهارة. شكرا. أكيد أصحاب المهارة والخبرة، لا أطفال ولا كبار. بلعتهم كلهم. إبر على كل الهدب كامل وبعد يعني شوي بس. هي كلها كامل عادي. خيط. بتشرب عليهم ماي بعد؟ بتطلع من الفروخة ولا؟ من تمه. ايه شايفين؟ اوكي اول ابرة. أوف. ثانية. ثانية. الثالثة. الثالثة. الرابعة. الرابعة. الخامسة. الخامسة. السادسة بعد؟ السادسة. في بعد واحدة في الدرب. لا 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 لا. للحين سبعة أبر. للحين سبعة. سبعة صح؟ برافو. لا أعلقها في السيارة. شكرا كثير لك معين البستكي لاعب الخفاء. انت اللي تعبتنا. بالفعل تمتلك الموهبه، ولكن خلونا ننوه ايضا مشاهدينا انه هذه الالعاب فقط تقام من قبل مختصين، ما جربوها ابدا بالبيت. ويمكن للاهالي ينتبهوا على اطفالهم ما يقوموا بتقليد اي من الحركات اللي للتو قام فيها معين. شكرا كثير لك، نورتنا وابدعت. لا بالعكس أبداً. يعني معين البستكي لاعب الخفة أكيد نورتنا، يعطيك العافية، إن شاء الله دوم نشوفك. يعطيك العافية، نورتنا. وصلنا للختام دعاء. صحيح يا زينب، وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج صباح الخير يا وطن. انتظرونا الأسبوع القادم من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة على شاشة تلفزيون الفجيرة مطلع الشمس. يعطيك العافية دعاء. مشاهدينا تريوني يوم الاثنين الساعة 10 الصبح في برنامج صباح الخير يا وطن. في أمان الله والجمعة طيبة. بس صح؟ لو ما عليك جمارة
صوروا